السلام عليكم. 2022 حقق فيها المغرب اكبر انجاز عربي افريقي ملي دخلنا المربع الذهبي في كاس العالم، اللي كان واحد الفخر كبير لنا ملي درنا النيه مع راس لافوكا وخلانا نبكيو ونضحكو وحنا ما مصدقينش باللي حلم 1986 فتناه في 2022. وبالرغم من الخساره مع فرنسا فرحنا بالمنتخب المغربي ودار ليه تكريم من طرف صاحب الجلاله اللي خدا فيه الركراكي والقجع وسام العرش من درجة قائد، وتم إعطاء لجميع اللعابة وسام العرش من درجة ضابط لهم في تكريم هما والعائلات والأمهات ديالهم، اللي كان كشكر وتقدير من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهاد اللعابة على هاد الإنجاز العظيم. من بعد هاد الفرحة الكبيرة اللي دوز المغرب كان مازال متعطش لشي انجازات عالمية واحدة اخرى، هادشي اللي غيخلي القجاع يتحرك ويحط الملف ديال تنظيم كاس العالم للاندية عند الاتحاد الدولي لكرة القدم. وفعلا تم قبول الملف ملي بان لهم بلي المغرب كيتوفر على بنيات تحتية وملاعب كبرى اللي تقدر تحتضن هاد التظاهرة، واللي خلات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يكون فرحان ويعترف بها امام الصحافة ملي شاف الملعب الكبير ديال طنجة ومركب الامير مولاي عبد الله بالرباط اللي غادي يحتضروا هاد التظاهرة الكروية الكبيرة اللي غيكون فيها ريال مدريد البطل ديال تشامبيونز ليغ، وغيكون فيها الوداد البيضاوي بطل دوري ابطال افريقيا، وخمسة ديال الفرق العالمية وحدة اخرى. والحمد لله المغرب رحب بجميع الفرق ووفر لهم جميع السبل ديال الراحة، وما قلناش لشي فرقة ما تجيش مثلا بشي طائرة جزائرية للمغرب او لدوز من هنا ولا تجي من لهيه ولا شي حاجة. المغرب سبق لينظم كاس العالم للاندية في سنة 2014 وفي السنة اللي قبل منها 2013 ملي كان داك النهائي التاريخي بين الرجاء وبين الباير ميونخ، وخا بصراحه ربحونا بجوج زيرو ولكن المغرب كان اول دوله عربيه واول دوله افريقيه كيوصل النهائي في كاس العالم للانديه، ومازال حتى شي دوله عربيه ولا دوله افريقيه وصلت لهذا الانجاز لحدود الساعه. اما في هذه النسخه ديال 2023 فان شاء الله كيف ما قال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، فالوداد البيضاوي غيخلق المفاجاه بحكم انه لاعب في الارض ديالو وبحكم انه عنده جمهور استثنائي مغربي، وكيوعد المغاربه اللي غيشوفوا اكبر تيفو داز في تاريخ كاس العالم للانديه. اما الخطه اللي محتمل انهم يديروا فغادي يرجعوا للدفاع وغادي يسبقوا النيه، فديروا معنا النيه الله يرحم الوالدين باش الكره تضرب في البرا وتخرج. وبما ان الحلقه اللي فاتت هاجموني شي ناس من واحد الدوله حدانا في التعليق بزاف، فعندي سؤال ديال الحلقه اليوم هو شحال من مره نظمت دوله الجزائر كاس العالم للانديه وشحال من مره شاركت فيه الفرق الجزائريه. فاللي بغى يربح معنا بارتما هي غتكون شوكه ان شاء الله، يبعث لنا البرساله النصيه 2222 وان شاء الله يكون خير. وكتبوا لنا التعليق ديالكم لتحت وخلينا لنا واحد لايك وكنا جداد يتابونا ومرحبا بكم. نشوفكم في الفيديو الجاي. اتهلاو. We'll be right back.